تمام. هسا انا عندي هذا السؤال، هذا السؤال بيحكي لي احسب الماكسيمم رياكشن ات ار 1 وعندي ثلاث لودات. اول خطوه بعملها، اول خطوه بعملها برسم انفلونس لاين كانه عندي لود واحد، انفلونس لاين للرياكشن 1 يكون زي هيك، بطلع عند الرياكشن واحد وبطلع لهون. تمام تمام، هو طالب عند ار 1، بالتالي انا هسا الماكسيمم، الماكسيمم وين؟ عند الواحد هون، صار قيمته واحد. كم المعادله هاي؟ المعادلة 1 ناقص x ناقص x على اللي هي x على 20. تمام؟ 1 ناقص x على 20. إذا أنا ما بقدر أحكي إنه الرياكشن أو الانفلونس لاين أعلى انفلونس لاين بناء على لود واحد، لا، إذا ثلاث لودات بيمشوا. فبالتالي الحل راح يكون الحل كالتالي، أفرض إنه هذا أمو هذول عجال سيارات، أفرض هاي شاحن مكون من ثلاث أكسل، هاي عجل وهاي عجل وهاي عجل. تمام، هاي انا سياره بتمشي، انا لما بدي اصمم بدي اصمم على ماكسيمم رياكشن، ماكسيمم شير، ماكسيمم مومنت. كيف انا بدي اصمم؟ اذا بدي اروح على رياكشن، اروح اشوف العجال كيف ممكن تتحرك، ممكن تتحرك معي مره انه يكون هذا العجل هون. تمام، فلما هاي يكون هون انه مشى لهون، صار اللود الاثنين هون، بعدين الاربعه بعديه بأربعة، واللود الأربعة بعديه بستة. هسا كم قيمة الانفلونس لاين؟ لما يكون اللود اثنين عند الرياكشن هون يكون الانفلونس لاين زيرو، لأنه اثنين في صفر. طيب فهاي أول حالة إنه اللود صفر، إنه الانفلونس لاين صفر، ما بدي إياها. أنا كمنطقيا بدي أجيب أعلى مومنت، أعلى انفلونس لاين، وأنا أعلى انفلونس لاين لما يكون واحدة من القيم عند الواحد على الأقل. فهسا بفرض انه اول لود، يعني بفرض انه مشيت السياره مشيت السياره مشيت السياره مشيت السياره لحد ما وصل اللود 2 كيلو نيوتن هون، وصل اللود 2 كيلو نيوتن هون، هاي لود 2 كيلو نيوتن. هسه مشى الاثنين الثلاث ماشي وراه، راح يكون ماشي معاه هذا اللود الثاني وهذا اللود الثالث. هيك هيك الفكره، هذا قيمته 2 والثاني 4 والثاني ثلاث والثالث أربعة، السيارة ماشية والمسافات بينهم كم؟ المسافة هاي أربعة وهي المسافة ستة، زي هيك. فبالتالي هسا قيمة الانفلونس لاين، قيمة الانفلونس لاين، انفلونس لاين فور رياكشن واحد، شو بدها تساوي؟ بدها تساوي قيمة كل لود في الانفلونس لاين تبعه. الاثنين وين جاية؟ على الانفلونس لاين اللي قيمته واحد، فاثنين في واحد زائد هسه الثلاث، الثلاث موجودين هون، كم الانفلونس لاين هون؟ يا بتعمل تشابه مثلثات يا بتعوض بالمعادله، انه تعوض قيمه 4، 1 ناقص 4 على 20، 1 ناقص 4 على 20 بتساوي 4 على 5، فبالتالي هاي القيمه 0.8. تمام، فبتحكي 3 في 0.8 زائد اللود الثالث كم قيمته؟ 4 على اي مسافه؟ 10، اللي هي 4 و6 10، فواحد ناقص 10 على 20 فالقيمة نص، فهاي القيمة اللي عليها اللود الأربعة هي نص. فقيمة الانفلونس لاين بتساوي 2 في 1 زائد 3 في 0.8 زائد 4 في نص وتساوي 6.4 كيلو نيوتن. هسا هاي مش ممكن تكون أعلى شيء، يعني ممكن هسا هاي اللود 2 وهذا اللود 3 وهذا اللود 4، هسا ممكن لو كان اللود هذا يعني انه مش 6.4 خلص هي القيمه الماكسيموم، لا، عندك اكثر من شيء. كيف يعني؟ افرض اللودات تحركوا بطريقه ثانيه، انه اللود الاثنين طلع لبرا، خلص طلع برا السياره، اللود الثلاث صار هون واللود الاربعه جنبه على مسافه 6 بس، هاي مش 0.8 راح تكون. فبالتالي هذا اللود هو اللود الثلاث وهذا اللود الاربعه والمسافه بينهم 6 متر. فبالتالي قيمة الانفلونس لاين راح تساوي 3 في 1، شوف بطلت 2 في 1 يعني القيمة أكبر صارت، زائد 4، قديش هي المسافة بينهم؟ 6، فبعوض بالمعادلة 1 ناقص 6 على 20 فقم القيمة 0.7. هسا ممكن 4 في 0.7 زائد 3 تكون أعلى من 6.4، بنجرب 4 في 0.7 2.8 زائد 3 5.8، 5.8 أقل من 6.4، معناته إيش؟ 6.4 لسه أعلى. هسا
بس خلص منطقيا الأربعة صارت هي عند الواحد، فأربعة في واحد أربعة، واللودين اللي برا برا الانفلونس ساين قيمتهم زيرو، فأربعة. فأنا عندي 3 cases، يا إنه قيمته أربعة، يا قيمته سبعة، يا 6.4. فالجواب 6.4. أما إنه دائما تحكي خلاص من أول حالة طلعتها يطلع معك الجواب، لا، افرض هذا اللود هو أربعة وهذا أربعة، فتطلع معك المعادلة الثانية أكبر، لأن تصير تحكي أربعة زائد أربعة في بوينت 7 تعطيك 6.8. بس لما تيجي لهون 2 زائد 4 في بوينت 8 زائد 4 في نص أعطتك أكبر، بس مش دائما أكبر، ممكن اللود الأخير يكون 10 واللود الثاني 1.1، فيفرق معك، يطلع معك الانفلونس لاين يعني 5 6 6.8 لو كان هذا اللود 10 وهتلاك واحدات بيطلع معك هون 6.8. بس لما تروح يكون اللود ال 10 محطوط هون لحاله 10 في 1 10، فبيطلع هو اعلى كيس مثلا، ممكن الكيس الثاني هاي. فانت دائما لما تحل بتحل على 3 حالات، حال يكون اللود الاول هون، ومره اللود الثاني هون، ومره اللود الثالث هون، ومره يكون الاربعه جو الثلاث جوا في حال طلب انفلونس لاين قيمه ثانيه، في حال طلب انفلونس لاين قيمه ثانيه. بتمنى انه نفهم السؤال، بتمنى انه نفهم السؤال. يعطيك العافيه.